باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم، باب سيدي من تمسك بكم، أنن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. هل الهلال فزاد فيه بكائي، إذ عاد بي لمصاب عاشورائي، إذ عاد بي لمصاب عاشورائي متأسيا بإمامي السجاد، إذ قد كان يقضي عمره ببكائي. أنا يقدم أهله ماء له، مزج الدموع أسا بذاك الماء، وبباقر العلم الذي يبكي على النات أشرف صبية والنسائي، وبباقر العلم الذي يبكي على النات أشرف صبية ونساء، بعد وبصادق القول الذي يوصى بأن تحيا مجالس عبرة وبكاء. هؤلاء كلهم أتأسى بهم أنا لما أعقد مجالس الحسين وأنصب مأتم الحسين عليه السلام. وبباقر العلم الذي يبكي على النات أشرف صبية ونسائي، وبصادق القول الذي أوصى بأن تحيا مجالس عبرة وبكائي، وبكاظم الغيظ الذي في سجنه نصب العزاء لسيد الشهداء، وبكاظم الغيظ الذي في سجنه نصب العزاء لسيد الشهداء. بعد أو ما سمعت بما جرى عند الرضا، إذ كان يعقد مجلسا لرثائي فأهاج مكنون المشاعر دعبل، إذ مر فيه بلوعة الزهراء أفاق أفاطم 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 لو خلت الحسين مجدلا. أو ما سمعت بما جرى عند الرضا، إذ كان يعقد مجلسا لرثائي فأهاج مكنون المشاعر دعبل، إذ مر فيه بلوعة الزهراء بالطف، إذ رأت الحسين مجدلا ودماؤه سالت على الغبراء، ندبته صارخة وتلطم خدها، إذا للطمت الخد فاطم، ندبته صارخة وتلطم خدها وتصيح وغوثاه وأبنائي، يا شاعر بعد بمن تتأسى؟ وتصيح وغوثاه وأبنائي والقائم المهدي يندب جده. وإحنا بذكرى هاي الليالي، والقائم المهدي يندب جده، بدل الدموع بكى بفيض دمائي، لأندبنك صباحا ومساء، ولأبكين عليك بدل الدموع دما. والقائم المهدي يندب جده، بدل الدموع بكى
بيض دمائي يلام، من يبكي الحسين بحرقتي يلام، بعد كل هذا يلام، من يبكي الحسين بحرقتي ومصابه هو أعظم الأرزاء، ومصابه هو أعظم الأرزاء، ما مثل يومك يا ابو اليمة جرى، ما مثل يومك يا ابو اليمة جرى، على رمح راسك وجسمك عثر، شحال قلب اختك لجسمك تنظر، وما يدل وجر يا عوين، انا مذول يا اخويا اعتنيتك وعلى الشريعه دوريتك، انا لا يمن لا يسر لديتك، يا ضيعتني وضيعتك، لا تظن يا اخويا نسيتك، أنا بكل صوت ضربوني نخيتك يا أخويا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما أدري الأحبة يتذكرون ما يتذكرون البارحة وين وصلنا البارحة، هذا اللي قلنا إذا يتذكر الأحبة، ارتباط الإمام المهدي. ليش اختارينا بحث الارتباط، بحث الإمام المهدي بديننا والارتباطه بدنيانا، بديننا من خلال عقيدة شريعة أخلاق، زين، كعقيدة من خلال توحيد معرفة الله معاد نبوة عامة وخاصة، إمامة بشكل عام، حسين بشكل خاص، هذا كله بيناه وانتهينا منه وانتقلنا ليلة البارحة إلى الآتي، ارتباط الإمام المهدي، بحث الإمام المهدي عليه السلام بشريعتنا، يعني بالشريعة والأخلاق، ونحن بحاجة إليهما، فيكون بحث الإمام، يكون بحث الإمام مهما. كل شوي آية زين، شلون يرتبط بحث الإمام بالشريعة ويرتبط بالأخلاق؟ من خلال يعني من أهم ما نأخذ منه ذلك توقيعات الإمام المهدي، توقيعات اللي صدرت من إمامنا المهدي، وأنا بحدود جمعي إلها أكثر من 100 توقيع صدر عن إمام زماننا في زمن الغيبة الصغرى. طبعا أكثر 2 من النواب الخاصين طلعت توقيعات من الإمام على أيديهم، هما السفير الثاني محمد ابن عثمان والسفير الثالث، وأقل توقيعات خرجت على يد السفير الأول والسفير الرابع. ليش؟ لقصر مدتهما الأول والرابع، ولطول مدة الثاني والثالث، ولهذا أكثر التوقيعات هم صدرت على يد الثاني والثالث من نواب الإمام الخاصين. هاي مفد معلومة البارحة ما قلتها، مهمهم اسمعوها، أنتوا يهمكم أمر إمام زمانكم لو ما يهمكم؟ ها؟ إحنا عندنا إمام زمان يوم ما عندنا، عندنا إمام، يهمكم أمر لو ما يهمكم؟ إذا يهمكم أمر إمام زمانكم هاي الأبحاث مهم تلتفتوا لها وتدققون بها، لأن هاي مرتبطة بإمام زمانكم، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. نقطة راس سطر، لا تعبوني ولا أتعبكم، إمام زمانكم أمر يهمكم ذن يكون نكون نعرفنا أنا وياكم، يعني مرتبطاتي بإمام زماننا. زين، البارحة قلت شنو معنى التوقيع؟ توقيع يعني شنو توقيع؟ توقيع قلنا ترك أثر ما في آخر الكتاب أو الرسالة اللي يكتبها شخص ما، هذا الأثر اللي يخليه بآخر الرسالة يسمى شنو؟ توقيع. هذا مو شيء صعب. زين، توقيعات الإمام يعني الرسائل، أسئلة كانت تجي للإمام سلام الله عليه، الإمام يجاوب عليها بخط والده الحسن العسكري، والبارحة قلنا ليش؟ حتى يتبين أن هاي الرسائل هو الإمام كاتبها، واحد علامة رقم 1 على أنها من الإمام كاتبها بخط والده العسكري،
والشيعة مستأنسين بخط العسكري، فلما يجي الكتاب مكتوب بخط العسكري والشيعة متعودين على خط الإمام العسكري، معناه ابن هذا البيت كاتب الكتاب، مو واحد من النواب. باوعوني. اثنين، كما سأبين إن شاء الله، بعض توقيعات الإمام بيها كرامات حصلت، كرامات، وبعض توقيعاته بيها أخبار مستقبلية راح تصير وصارت، وهاي تمثل كرامة. وهذا دليل آخر على أن الكاتب هاي التوقيع هذا الرسالة منه، هو الإمام مو النواب، لأن النواب إيش مدريهم باشر إيش راح يصير، عقبة إيش راح يصير، بعد شهر إيش راح يصير، وما يدرون النواب. هذا الإمام يدري بتعليم من الله تعالى. زين، هاي البارحة قلناها، جيد. بعد لما هاي هم قلتها البارحة حتى أريد أبدي، أريد أبدي وياي ومو ياي، جاوبوني وياي. واحدة من الأمور اللي بينتها البارحة مهمة، قلت هاي لفظة توقيع أول رواية شفتها بيها بزمن الإمام الكاظم أنه وقع، قبل الإمام الكاظم ما شفت واردة هاي اللفظة بشنو؟ برسائل ومكاتبات الأئمة، قبل الإمام الكاظم ما شفتها مستخدمة مستعملة في نصوصنا. أول مكان شفتها استعملت فيه برسالة للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هسه ليش الإمام استعمل هذا التوقيع؟ يعني هاي هم قضية مهمة كنت التفتوها البارحة ما قلتها. قبل الإمام الكاظم كانوا الأئمة واي يلتقون بالشيعة، فيسألون الإمام بشكل مباشر، والإمام هم يجاوب الشيعة بشكل مباشر مشافهة. أما بزمن الإمام الكاظم، الإمام انسجن كذا سنة طامورة تحت الأرض، فصار الاتصال بالإمام عن طريق شنو؟ رسائل. أحسنتم، يجاوبوني بعد، رسائل، عن طريق رسائل ومكاتبات. بزمن الإمام الهادي والجواد، زمن الإمام الهادي والعسكري، حتى الجواد بس الهادي والعسكري أكثر، الشيعة قل لقائهم بالإمام الهادي والعسكري. ليش؟ لأن الإمام الهادي والعسكري بسامرة، سامرة مدينة عسكر جيش، لما مراقبين والرقابة شديدة، يعدون عليهم أنفاس، حتى نسائهم كانت مراقبة، الزوجة حامل يوم مو حامل، هالدرجة هذه، شوفوني. ولهذا إمامنا المهدي الليلة ولادته آثار الحمل ما كانت ظاهرة على نرجس حفاظا عليه، كما سنأتي إلى هذه المحطة مفصلا إن شاء الله تعالى. أما كانوا مراقبين، فاستعاضوا عن اللقاء بالشيعة بشكل مباشر بشنو؟ بالرسائل والمكاتبات. بعض الشيعة كانوا يلتقون بالإمام الهادي العسكري موجودا، بس مو مثل الأئمة اللي سبقوهم، لأن الحصار كان أشد على الأئمة الأواخر، مو مثل الأئمة الأوائل، دلتفتولي. فكثرت المراسلات، وسبحان الله، وهذا هم بحد ذاته شلون مسألة الإمام الجواد، الإمام المبكر 8 سنين يحكم دولة إسلامية، علماءنا قالوا هذا تمهيد عملي لقبول فكرة المهدي يحكم الأمة عمره 5 سنين. يظهر هذا موضوع المكاتبات والمراسلات والتوقيعات من زمن الإمام الكاظم وانت جاي الإمام الحسن العسكري، يظهر هذا هم تمهيد عملي مثل الإمام المبكر بالجواد، هم تمهيد عملي لتعليم الشيعة على ذلك، تدريبهم على ذلك، ترويضهم على ذلك إذا جاز التعبير، حتى يقبلون ذلك بزمن الغيبة الصغرى من 260 ل329، قرابة 70 سنة، يعلمون الشيعة أن اللقاء بالإمام يكون من خلال شنو؟ مثلا الوكيل الخاص، النائب الخاص، وعن طريق رسائل. أحسنتم، فالإمام يطلع لهم توقيعات، يجاوب على رسائلهم في مجالات عقدية، سياسية، فقهية، اجتماعية، رجالية، أصولية، وأمور أخرى كما سنقف عندها بالتفصيل بتوقيعات الإمام إن شاء الله تعالى. هاي كلهم كنت عرفوها كل الإخوهم. زين، هسه بالله قبل لا أبدي بتوقيعات الإمام المهدي، وأقسمها إلى كم قسم توقيعات الإمام المهدي، قبل لا أبدي بهاي التفاصيل، خلوني أثبت لكم أول شيء شفناه بالروايات الشريفة بلفظ التوقيع اللي قلت لكم زمن الإمام الكاظم. شوفوا هاي الرواية، واحد طلب من الإمام الكاظم أن يدعو الله له ليرزقه ولدا. يا ابن رسول الله، يا موسى ابن جعفر، أريد تدعو لي الله يرزقني شنو؟ ولد، ولد ما عندي. تقول الرواية فوقع
وقع في الكتاب. فوقع، من هو الذي وقع؟ الإمام الكاظم. هاي قلت لكم أول شيء لقيناه بهاللفظ هذا، فوقع في الكتاب. قد قضى الله تبارك وتعالى حاجتك، قد قضى الله حاجتك. يعني ولد راح يجيك لو ما يجيك؟ يجيك. قد قضى الله حاجتك وسمه محمدا، اللهم صل على محمد وعلى آله. الولد راح يجيك سميه محمد. طبعا هذا أئمتنا هواي يلحون على تسمية الأولاد بمحمد، أئمتنا يلحون على ذلك في شبكة روايات أنه من ولد له ثلاثة ولم يسمي أحدهم باسمي فقد جفاني، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله. ثلاثة أولاد يجوك واحد منهم ما تسميه محمد، النبي يقول جفيتني. بل لاسم محمد في روايات أهل البيت هم آداب خاصة، لاسم محمد آداب خاصة. أنه مثلا الإمام دخل عليه واحد قال له قال جدك محمد، الإمام قام يصيح قال جدي رسول الله محمد كذا كذا، حتى ألسق خده على التراب، ألسق خده بالتراب احتراما لاسم رسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا عندنا بالروايات ما افتقر بيت فيه محمد، عندنا هيك بالروايات ما افتقر بيت فيه محمد. وهكذا ما أدري أكو فد آثار لهذا الاسم المبارك في روايات الأئمة عليهم السلام كثيرة، وأكو توصيات به وأكو آداب خاصة به، حاجة طويلة الآن هذا مو محله. المهم تقول الرواية هنا فوقع الإمام الكاظم، فوقع الله قضى لك محمد، الله قضى لك ولد وسميه محمد. زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي أريد أثبته أنه التوقيعات اللي كان تطلع من الإمام ينطيها للنواب الأربعة، النواب الأربعة يوصلوها للشيعة في زمن الغيبة الصغرى، كانت كلها بخط الإمام العسكري، بخط إمامنا العسكري، لأن الشيعة مطلعين على خط الإمام العسكري. الإمام العسكري هو يدز لهم رسائل مكاتبات، فالإمام المهدي هم كان يكتب بخط والده حتى يبين أن هذا الكتاب صادر منه، توقيع منه، هذا خط والدي، أنا أكتب بخط والدي. باوعولي هذا وين؟ هكذا شوف النص، كانت توقيعات صاحب الأمر. من هو صاحب الأمر؟ إمام زمانكم بعد. كانت توقيعات صاحب الأمر تخرج على يدي عثمان ابن سعيد السفير الأول، عثمان العمري، وابنه أبي جعفر محمد بن عثمان السفير الثاني، إلى شيعته وخواص أبيه أبي محمد يعني العسكري بالأمر والنهي والأجوبة عما يسأل الشيعة عنه إذا احتاجت إلى السؤال فيه بالخط الذي كان يخرج في حياة الحسن. يا حسن العسكري، العسكري. فكانت التوقيعات كلها تطلع بخط اللي كان يخرج بزمن الإمام الحسن العسكري لما يجاوب الشيعة. هاي هم مسألة ثانية مهمة حبيتهم ألفت نظركم إليها. من بعد هاي المقدمات المهمة عن التوقيع، توقيعات الإمام على الأقل ذن المية أو فوق المية اللي لقيناهن، إذا نريد نقسمهن بشكل علمي نقسمهن إلى أربعة أقسام. وشفت أحد فضلاء الشيعة اللي راح أقول اسمه يقسمهن بشكل آخر، فأنا راح أقولكم التقسيم الأول والتقسيم الثاني لتوقيعات إمامي زمانكم صلوات الله وسلامه عليه. إخواني أريد نسيطر على توقيعات الإمام، توقيعات الإمام فوق المية، شلون أقدر أسيطر عليه؟ خومو أجي هنا على المنبر أقرأ لكم 100 توقيع، كل توقيع بعض التوقيعات للصفحات 4 صفحات، على الحكي هذا سنة ما نخلص. فأني أريد أنطيكم فكرة ولو إجمالية عن توقيعات الإمام، فأخليها ضمن شنو؟ ضمن تقسيمات، ومن كل تقسيم أقرأ لكم فنص توقيع توقيع، وأقول لكم الباقي على هالمنوال وعلى هذه، فقس ما سواها حتى تصير عندك صورة واضحة عن توقيعات إمام زمانك اللي خرجت على أيدي النواب الأربعة من سنة 260 إلى 329 للهجرة. الحكي تشوفوه مهم ومو مهم؟ مهم. إذا أخلي أنا شفت توقيعات الإمام قسمت بطريقتين، الطريقة الأولى اللي قسمت بها توقيعات إمام زماننا اللي تجاوزت 100 توقيع،
واحد القسم الأول، باوعوني بابا، واحد القسم الأول، التوقيعات العقدية والسياسية، عقائدية وسياسية. طبعا اللي أقصده بالسياسية ما يرتبط بالجانب العام بالوضع العام، وأقصد به سياسي السياسة اللي يقودها آل الله مو اللي يقودها الظلمة، يعني الجانب السياسي المصبوغ بصبغة العصمة مو بصبغة الظالمين لأن الآن عنوان السياسة في العالم كله صار عنوان رديء، عنوان مكروه قبيح، أصلا من السمعة تشمئز منه، يقشعر جلدك منه، لظلم الظالمين ولسرقة السارقين وإلى آخره. ماذا توافقون الرأي لو ما توافقون؟ شو صار الآن؟ لأنه الحكم في الأرض فاسد، فاسد، ظالم، باطل. فالناس هم قام تشمئز من هاي اللفظة. من أتكلم عن أقول جانب سياسي، سياسي يقود أهل العصمة، يشخص أهل العصمة، يبت بي أهل العصمة، مو الدنيويين الفاسدين الظالمين. هذا أكو توقيعات صدرت للإمام نقدر نخليلها عنوان توقيعات عقائدية سياسية مرتبطة بالشأن العام، تعالج أمور مرتبطة بالشأن العام. هذا قسم أول لتوقيعات إمام زماننا. هسا عقائدية مثل شنو؟ يعني توقيعات مرتبطة بالتوحيد، بمعرفة الله، بالنبوة، بالإمامة، وهلم جرى. هاي كلها أمور عقائدية أو مو عقائدية؟ الإمام سئل أسئلة مرتبطة بهالجوانب هذه وأجاب عنها صلوات الله وسلامه عليه. أو توقيعات مرتبطة بالشأن العام، هذا اللي عبرت عنه سياسي، وضع الشيعة كذا العام، الإمام أعطى توجيهات في ذلك سلام الله عليه. هذا القسم الأول من توقيعات إمام زماننا، وتحت هذا القسم مجموعة كبيرة من توقيعات الإمام. اسمحوا لي أختار لكم منها توقيع وأقرأ لكم الإمام شنو يقول، يوم مالكم خلق تردون تسمعون شيء حتى تشوفون شنو يعني إمام زمانكم شلون يجاوب. على سبيل المثال في هاي الموسوعة، موسوعة الإمام المهدي في الكتاب والسنة والتأريخ مجلد 3، كاتب صفة الله تعالى. لما نتكلم عن صفة الله يعني الجانب عقائدي ومو عقائدي، عقائد الإمام صدر له توقيع بهذا الجانب سلام الله عليه. شنو التوقيع؟ بالله شوفوا، يقول اختلف جماعة من الشيعة، صار أكو اختلاف بين الشيعة. بأي زمن؟ بزمن إمام زماننا. إيش وقت يعني بالغيبة الأولى؟ يا غيبة الصغرى. بزمن منو يعني؟ النواب الأربعة الخاصين اللي كانوا يلتقون بالإمام. هسا تبقى مسألة هم خلونا أقول لكم إياها. هسا تقول لي تقدر توضح لي ذول النواب الخاصين شلون كانوا يوصلون الأسئلة للإمام وشلون الإمام كان يجاوبهم؟ أقول لك ما أدري. يعني الطريقة اللي هم كانوا يلتقون بها بالإمام النواب الأربعة ويستلمون أجوبة، يسلمون أسئلة ويستلمون أجوبة، شلون؟ ما أعرف. هيكون نسأل هم النواب الأربعة، يعني في زمنهم كان المفروض واحد يسألهم، وإذا ظروفهم كانت تسمح يجاوبون يجاوبون. هسه تقول لي شلون عندنا ثقة بذول النواب الأربعة بحيث يصدر منهم نقول؟ مو قلت لك عدة حيثيات، واحدة منها أنه النائب الأول كان من أصحاب الحسن العسكري وكان من أصحاب الإمام الهادي، والإمام الهادي بزمنه كان موثقة، والإمام العسكري بزمنه كان شنو؟ موثقة، ويقول هذا ثقة عندي. فالإمام سلام الله عليه لما قال هذا نائب خاص أول يلتقي بي وأسئلتكم تصلني من خلاله وجوابكم يصلكم من خلاله، بعد توثيق الهادي وبعد توثيق العسكري، والخط كان بخط العسكري، والإمام كان يقول أمور راح تصير وصارت، هاي كلها قرائن تدل على أحقية هؤلاء النواب ولا؟ جاوبوني. طبيعي، هذا كله يدل على حقيتهم.
يعني هي مو قضية واحد يجي من الشارع وقال يابا أنا لا موتشي، هذا كان من أصحاب الإمام الهادي وهو ثقة، والإمام موثقة بشبكة روايات راح أجيها إن شاء الله، وبعدين هذا من أصحاب الإمام العسكري صار والإمام موثقة، فلما أهل البيت بزمنهم موثقيهم بعد شلون أنا ما أثق به. يعني أضرب لكم مثال آخر، أهل البيت لما قالوا الأهل قم خذوا دينكم عن زكريا ابن آدم وكيلنا بقم فإنه مأمون على الدنيا والدين، أنت من تأخذ دينك من زكريا ابن آدم لأن هو المعصوم قال لك تفعل الصحيح والخطأ. أنت آمن يا مو آمن، محافظ على دينك يا محافظ على دينك، محافظ على دينك، معذور أمام الله يا ما معذور أمام الله، الله مقابل لأن هو المعصوم قال لك، قال لك دينك أخذ من زكريا، آني خال لك زكريا بقم أخذ دينك منه، فزكريا ثقتنا وهو مأمون على دينكم وعلى دنياكم، خلاص أنا بعد شنو انتهى الموضوع، إمامي قال لي اتبعه، إمامي قال لي أخذ دينك منه، إمامي قال لي حقوقك اعطيه إياه، إمامي قال لي أسئلتك الفقهية قولي إياه يجاوبك، أنا بعد أمام الله معذور وما معذور، انتهى الموضوع. وذول النواب الخاصين هم كذلك، الإمام الهادي، الإمام العسكري، والإمام المهدي، قالوا يابا ترى ذولا ثقتنا، هذا عثمان العمري ثقتنا، وابن محمد هم ثقتنا، انتهى الموضوع بعد. دلتفتوني زين. يقول اختلف جماعة من الشيعة، شنو اختلفوا؟ في أن الله فوض إلى الأئمة أن يخلقوا أو يرزقوا، الله فوض لأئمتنا أن يخلقوا أن يرزقوا، يوم ما فوض أعطاهم هاي الصلاحية يوم ما أعطاهم زين. فقال قوم هذا محال، من الشيعة محال أن الأئمة يخلقون والأئمة شنو يرزقون، هذا محال لا يجوز على الله، لأن الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله، الجسم اللي يقدر يخلقه فقط منه الله، فالأئمة ما يقدرون قسم هيك قالوا. وقال آخرون بل الله أقدر الأئمة على ذلك وفوضه إليهم فخلقوا ورزقوا وتنازعوا في ذلك تنازعا شديدا. صاروا قسمين هسه وما صاروا قسمين الشيعة، اختلفوا وما اختلفوا، قسم قالوا الله جل وعلا أقدر الأئمة أقدرهم، يعني الله طاهم استطاع أن يخلقون ويرزقون، قسم من الشيعة قالوا هذا محال، خلق الأجسام هذا مختص بمن؟ مختص بالله تعالى، والأئمة ما يقدرون يخلقون ولا يرزقون، اختلفوا. هنا الخبر أمامي قاعد أقرأ بالنص، يقول الاختلاف هم صار شديد، الاختلاف صار شنو؟ شديد. الحل شنو؟ يبقون مختلفين لو يرحون الجهة تفض النزاع بيناتهم، ها؟ فكون يرجعون الجهة شنو؟ تفض النزاع. شنو اللي صار؟ فقال قائل ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان، يعني السفير الثاني، يا أبا إحنا أكو عندنا نائب خاص لإمام زماننا يوم أكو أكو، خلنا نرجع للنائب الخاص وننطي سؤالنا واختلافنا وخلي هو يشوف إمام زماننا شنو يقول يحل النزاع بيناتنا. عفتوني لو أكمل؟ ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد ابن عثمان العمري فتسألونه عن ذلك فيوضح لكم الحق فيه. فإن ليش نرجع للنائب الثاني محمد ابن عثمان، ليش نرجع له؟ فإنه الطريق إلى صاحب الأمر، فإنه الطريق شنو؟ إلى صاحب الأمر.
احنا عندنا طريق من خلاله نصل الى امام زماننا وهو النائب الخاص. زين، عجل الله. فرضيت الجماعه بابي جعفر وسلمت، قالوا هذا حكي عدل، واجابت الى قوله فكتبوا المساله وانفذوها اليه. كتبوا سؤال: يا محمد بن عثمان، الأئمة يخلقون ويرزقون لو ما يخلقون ويرزقون؟ اختلفنا. والله التفتوا لي. السؤال المكتوب وصل يوم ما وصل؟ وصل. فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته الآتي. لما وصل الكتاب إلى محمد بن عثمان طلع شنو؟ توقيع. التوقيع بخط منه؟ ما يجاوبون الأخوة. الإمام العسكري بخط الإمام العسكري، بس هو منه كاتبه؟ الإمام المهدي بخط والده العسكري. ايش طلع شنو مكتوب؟ إن الله، هذا جواب الإمام المهدي، إن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق. هذا كل من الذي فعله؟ الله. لأنه ليس بجسم ولا حال في جسم، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. وأما الأئمة، فإنهم يسألون الله تعالى فيخلق، ويسألونه فيرزق إجابا لمسألتهم وإعظاما لحقهم. انتهى التوقيع، انحل النزاع يوم انحل. ها، حل الإمام سلام الله عليه، حل خلص، قطع نزاع القوم سلام الله عليه. خلق الأجسام، توزيع الأرزاق، هذا من الذي يقوم به؟ الله تعالى. أما الأئمة عليهم السلام يدعون الله تعالى فيخلق، ويدعون الله تعالى فيرزق. شلون ذاك قال للإمام الكاظم أريد ولد يا ابن رسول الله؟ الإمام طلب له من الله أن يرزقه ولداً، فقضي الأمر وما قضي؟ قضي. ليش قضي؟ لأن الله يستجيب للأئمة من جهة، ويعظم حق الأئمة من خلال إجابته لهم من جهة أخرى. هاي خلاصة توقيع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هنا التوقيع بأي جانب؟ عقائدي. وإحنا قلنا توقيعات الإمام إذا نجمعها نخليها عبر أقسام. القسم الأول شنو؟ العقائدي والسياسي، عبرت. هذا جانب عقائدي، عنونا بصفة الله تعالى اللي يبينها إمام زماننا من خلال السفير الثاني محمد بن عثمان. صارت الفكرة واضحة عن توقيعات الإمام الآن ولا؟ خلوني أجيب لكم توقيع ثاني، مو كله، أقرأ منه قسم هم بالجانب العقائدي حتى كل شيء يصير واضح عندكم، وبعدين أنتقل للجانب السياسي بالقسم الأول. الله، لو الأحبة يبقون وياي أقدر أمشيها عليه قصة وبيت شعر وساعة تخلص. هاي الأبحاث شوية مو كلش مشجعة ولكنها مفيدة. حرمات إنسان عمره 70 80 50 40 30، قاضي من عمره 30 سنة 40 سنة، إذا واحد يلزمه بالشارع يقول له أنت عندك إمام زمان؟ يقول له شنو اسمه؟ يقول له المهدي. يقول له هاي توقيعات إمام زمانك، شنو معنى التوقيع أولا؟ إيش وقت الأئمة عنونة والرسالة توقيع ثانيا؟ بزمن الإمام المهدي التوقيع كان يطلع بخط منه ثالث. كم توقيع إمام زمانكم عنده رابعاً؟ التوقيعات شنو موضوعاتها خامساً؟ اعطيني نموذج من هاي التوقيعات سادساً.
شلون استدليتوا على ان هاي التوقيعات الامام المهدي كاتبها سابعا؟ فما يعرف يجاوب لا على اولا ولا ثانيا ولا ثالثا. حرمات يقول لك انت شلون امام زمان عندك ذني كل انت ما تدبرهن. اما اذا استمعت للان ذني كل انت تقدر تجاوب عليهن انت الان. كلهن تقدر تجاوب عليها. بس احفظ لي المعلومات بذهنك. وقاعد اسهلها اجمعها الخصها حتى تصل حتى ذولا ابنائنا اطفالنا القاعدين بالمجلس. مو فقط ابائنا واخواننا حتى ابنائنا. اريد توصل لهم المعلومات. واللي يتابعونا بالتلفزيون خو اكثر يتابعون التلفزيون ملايين على الانترنت بالتلفزيون خو ذولا ملايين قاعد يتابعونا. مهم يعرفون هذه الامور عن امام زمانهم عليه السلام. ما عندنا صوره واضحه عن امام زماننا. البعض مع شديد الاسف سوى موضوع الامام المهدي بس طلعت نجمه منا بركان طلع مناك وكانه الامام المهدي بس ذني. الامام المهدي اكبر من ذني. بحث الامام المهدي اكبر من ذني. انا عندي عشرات المحطات بالامام المهدي من واحد محرم الى الان بعدني بالمحطه الاولى راح اكمل محرم محطه ثانيه ما بادي وانا مهيئ لبحث الامام المهدي عشرات المحطات. اتوقعوا شنو سعه بحث الامام المهدي؟ اجينا احنا قزمناه وضيقناه بشيخنا هاي صار اليوم مرتبط بظهور الامام يوم هو بس هذا تشويه سمعه لبحث الامام اذا بس اكتفينا به. بحث الامام اوسع واكبر من ذلك. باوعولي يا شباب توقيعات الامام بالجانب العقائدي السياسي راح اجيب لكم منه نموذج ثاني اني اشوفه مهم. وراح هذا النموذج الثاني راح اسوي مقارنه بينه وبين دعاء ايضا وارد عن الامام المهدي وتشوفون التشابه والتوأمة بين التوقيع المهدوي والدعاء المهدوي. ايش قد اكو شبه بيناتهم حتى الفت نظركم الى هذه الامور المهمه. أبدي بالتوقيع الثاني أقرأ لكم شيء من توقيع آخر معنون توقيع في النبوة والإمامة. الأول كان مرتبط بيش؟ بصفات الله. التوقيع الثاني مرتبط بيش؟ نبوة إمامة. نبوة إمامة عقيدة يوم مو عقيدة؟ عقيدة. يعني احنا بعدنا بالقسم الأول صحيح؟ زين هسه اختصر. حدثنا الشيخ الصدوق كذا انه جاءه بعض اصحابنا يعلمه ان جعفر ابن علي كتب اليه كتابا. جعفر كاتب كتاب الفد واحد يقول له انا المهدي او انا الامام بعد الحسن العسكري. اني مو المهدي ابنه. آني أخو العسكري الإمام من بعده. جعفر بن الإمام الهادي يعني أخو الحسن العسكري. هذا ادعى ادعاءات كثيرة وإلى آخره. هسه البعض يقول مات كذابا والبعض الآخر يقول مات توابا. تاب بعدين تاب. أول أمره كان ما مستقيم هذا بس آخر عمره تاب. هسه بصراحة تاب ما تاب ما محقق المسألة تحتاج إلى تحقيق. هذا ما أقدر أبت بيها بشكل واضح ما أدري. بس هو أكو تراث الأئمة روايات كثيرة بذم جعفر. هسه بعدين تاب ما تاب ممكن كل شيء يصير ما أعرف. المسألة تحتاج إلى تحقيق. المهم قال أحمد ابن إسحاق فلما قرأت الكتاب كتبت إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه. الله يا أخوان والله أشعر بلذة لما أسولف عن إمام زماننا. أشعر باطمئنان وراحة نفسية لما أتكلم عن إمام زماننا. عندنا إمام مثل ما أصحاب الإمام الصادق كان عندهم إمام الكاظم كان إحنا عندنا إمام يا إخوة. نعم ذولاك إمامهم كان ظاهر إحنا إمامنا غائب. بس يتفقون بشنو؟ ذولاك إمامهم موجود وإحنا إمامنا موجود. يعني بزمن الكاظم إمام الكاظم كان موجود بس ظاهر. إمامنا موجود بس غائب. هذا الفرق بس بالغيبة والظهور. أما موجود الاثنين موجود. بزمن الإمام الكاظم موجود وبزمننا إمامنا موجود بس ذولاك إمامهم ظاهر إحنا إمامنا غائب. هذا هو الفرق. مو الفرق إمامهم موجود وإمامنا ما موجود. أعوذ بالله. الأرض ما تخلو من ذو الحجة كما سنأتي
إلى ذلك في محطة كاملة إن شاء الله، لعله نطول بها 20 يوم، مش بدرين هذه بعدين، هاي بعدين. أنا يعني خالي ببالي بحث الإمام المهدي يستمر لسنين. التفتولي هاي محطة راح تجينا مفصلا، أن الأرض لا تخلو من الحجة، مفصلا راح تأتينا إن شاء الله تعالى. لا ذولاك إمامهم موجود، إمامنا هم موجود، الفارق مو بالموجود وما موجود، الفارق ذولاك ظاهر موجود ظاهر، إحنا إمامنا موجود شنو غائب، هذا هو الفرق. زين، يقول قرأت الكتاب، فلما قرأت الكتاب أنه جعفر يقول آني صاحب الأمر من بعد العسكري، كتبت إلى صاحب الزمان وصيرت كتاب جعفر في درجه، فخرج الجواب إلي في ذلك. قلت له هذا طبعا يعني كتب للإمام جعفر هيك يقول، وهذا كتاب جعفر اللي وصلنا اللي يدعو فيه الشيعة إلى نفسه، يقول خليت كتاب جعفر همو يا الكتاب الآن كتبت للإمام صاحب الزمان، يقول فخرج جواب الإمام إلينا، يعني توقيع، خرج توقيع من إمامي زماننا جوابا على سؤال السائل، وكتاب جعفر اللي أدرج مع الكتاب اللي هو كتبه. الإمام شنو يقول له؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أتاني كتابك، أبقاك الله، وصلني الكتاب اللي تكاتبه، والكتاب الذي أنفذته درجة، يا كتاب جعفر اللي يدعو فيه إلى نفسه، أحسنت، إلى أن يقول الإمام أقتطع ما أقرأ كل التوقيع، التوقيع طويل، إلى أن يقول الإمام سلام الله عليه، يا طبعا الإمام يقول له كتاب جعفر هواي بأخطاء، يعني هو الكتاب الكاتبة جعفر أخطاء نحوية، أخطاء عقدية، أخطاء بلاغية، أخطاء مش مدريني صرفية، أصلا قال له هو كتاب جعفر بحد ذاته يدل على أنه إمامي ومو إمام، مو إمام، لأن جعفر لو كان إماما ما تكون هالقد أخطاء في نفس كتابة دازلكم إياه. الإمام أول التوقيع حتي يقول له بس وقت ما عندي، يعني دخل لي أرجع أوضح لك، الإمام يقول له وأحاطت معرفتي بجميع ما تضمنه على اختلاف ألفاظه وتكرر الخطأ فيه. أصلا هو الكتاب الكاتبة جعفر بشنو؟ بأخطاء كثيرة، وهذا بحد ذاته لما تكون هالقد أخطاء بي يدل على أنه هو الإمام العالم الأعلم زمانه، مو الشكل هذا يدل على أنه هو مو إمام ولا هو صاحب الأمر من بعد والد العسكري، هو كتابه يدل على ذلك لأن الأخطاء متكررة في كتابه. زين، إلى أن يقول الإمام يا هذا يرحمك الله، إن الله لم يخلق الخلق عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ لا موش، إحنا خلقناكم لغاية. الإمام شنو يقول؟ يقول له لم يخلق الخلق عبثا ولا أهملهم سدى، واحد خالقهم الغاية، اثنين من بعد ما خلقهم هم ما تركهم، هو لما خالقهم الغاية خلقهم لهدف وخلالهم من يوصلهم لهدفهم، فأولا ما خلقهم عبث، اثنين ما تركهم سدى، وإنما دزلهم أنبياء، واحد أئمة، اثنين كتب، ثلاثة لم يخلق الخلق عبثا ولا أهملهم سدى بل خلقهم بقدرته، بعدين يقول ثم بعث إليهم النبيين مبشرين ومنذرين يأمرونهم إلى أن يقول وأنزل عليهم كتابا، أنبياء وكتب، وبعث إليهم ملائكة. زين، ثم يقول الإمام ذول الأنبياء نزل عليهم كتب، هسه هنا أنا بدي أختبر ذكائك وأختبر فطنتك وأختبر اطلاعك على تراث الأئمة سواء كان على مستوى الروايات
يو المكاتيب، يو التوقيعات، يو الزيارات، يو الأدعية. والله هاي الأدعية خليتها بالأخير حتى ألفت نظرك، خصوصا الأدعية إذا كانت مرتبطة بإمام زماننا. هنا أنا راح أختبر ذكاءك في طنتك. هاي الكلمات اللي راح أقولها الآن اللي هي توقيع إمام زماننا، تذكرك بشي وما تذكرك، وإذا ذكرتك بشي مرتبط بإمام زماننا تقدر تقول لي، تقول هاي تذكرني بالأمر الفلاني. شوفوا، ثم قال الإمام، وقاعد يسولف عن الأنبياء، نزلت عليهم كتب، رب العالمين أنطاهم براهين، معاجز، كرامات، ثم يقول: فمنهم الأنبياء من جعل النار عليه بردا وسلاما واتخذه خليلا. من هذا؟ ها؟ إبراهيم. الإمام قاعد يسولف عن إبراهيم. زين، شوفوا هاي العبائر تذكركم بفقرات بدعاء يوم تذكركم. فمنهم من جعل النار عليه بردا وسلاما واتخذه خليلا، إبراهيم. ومنهم من كلمه تكليما وجعل عصاه ثعبانا مبينا. نا يتكلم الإمام عن منه؟ موسى. زين، ومنهم من أحيا الموتى، هنا عيسى. زين، بإذن الله وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله. ومنهم من علمه منطق الطير. ها؟ أحسنتم؟ صحيح؟ صحيح؟ زين، وأوتي من كل شيء ثم بعث محمدا. طبعا الامام كانه هنا يقول البشريه جت عبر شنو؟ مراحل. هاي المراحل عباره عن حلقات، هاي الحلقات يكمل بعضها بعضا، وهاي الحلقات كلها ما تكتمل الا باخر حلقه تملا الارض شنو؟ قسطا وعدلا، بعدما ملئت شنو؟ ظلما وجورا. كأنه الإمام يريد يقول البشرية كلها عبارة عن حلقات متصلة يكمل بعضها بعضا، وهاي الحلقات كلها تنتظر الحلقة الأخيرة. ولهذا أنا بينت الإمام تجري فيه سنن الأنبياء. ليش؟ كما في الروايات، ليش تجري فيه سنن الأنبياء؟ لأن هاي الحلقات ما تكتمل كلها إلا بالحلقة الأخيرة اللي تحقق حلم الأنبياء بإقامة دولة العدل الإلهي على ربوع الأرض كلها. الإخوة عافوني لو بعدهم وياي، ما عفتوني؟ كل زين، انتباهكم حلو والله يشجع. زين، ما أدري، هاي هنا منهم من جعل النار بردا، منهم من كلمه، منهم من أحيا الموتى، منهم من علمه منطق الطير، ثم بعث محمدا. هاي تذكركم بشيء آخر مرتبط بإمام زماننا يوم تذكركم دعاء الندبة، جزاكم الله خيرا. الإخوة نجحوا بالاختبار. هاي تذكركم بدعاء شنو؟ الندبة. الإمام شي يقول بدعاء الندبة؟ يقول: فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها. من هو هذا؟ آدم. هاي حلقات التأريخ المتصلة الإمام بينها بتوقيع هنا، نفس الشيء الإمام مبين وين؟ بدعاء الندبة. طبعا لعلم الإخوة، ما دام أتكلم عن دعاء الندبة، دعاء الندبة وارد في المزار الكبير لابن المشهدي، وهكذا قال: قال محمد ابن علي ابن أبي قرة: نقلت من كتاب أبي جعفر محمد ابن الحسين ابن سفيان هذا الدعاء، وذكر فيه أن الدعاء لصاحب الزمان. شفت العلامة المجلسي بالبحار لما يذكر دعاء الندبة يقول للإمام الصادق، بس ما ذاكر دليل عليه شلون للإمام الصادق، ما ذاكر مصدر عليه شلون للإمام الصادق. هنا في كتاب المزار الكبير اللي هو من مصادر القرن السادس الهجري، من مصادر القرن السادس الهجري، يقول الإمام المهدي.
هذا دعاء الندبة اللي هو لإمام زماننا، هاي الفقرة الموجودة في توقيع الإمام سلام الله عليه، إن يذكر حلقات التأريخ المتصلة والمتواصلة من خلال أنبياء الإمام أشار بمعاجزهم وكراماتهم وكذا، نفسه يا سبحان الله موجود في دعاء الندبة اللي هو لإمام زماننا نفسه. شو يقول؟ يقول: فبعض أسكنته جنتك إلى أن أخرجته منها آدم، وبعض حملته في فلكك. من هو حملته في فلكك؟ نوح. الفلك يعني السفينة، نوح. ونجيته ومن آمن معه من الهلكة برحمتك، وبعض اتخذته لنفسك خليلا. إبراهيم. زين. وسألك لسان صدق في الآخرين فأجبته. رب اجعل لي لسان صدق في الآخرين. رب العالمين الإمام يقول فأجبته، شلون فأجبته؟ وجعلنا لهم لسان صدق عليا، وجعلنا له لهم ما أتذكر هسه، لسان صدق عليا القرآن الكريم يعبر، جعلنا. زين. بعد وجعلت ذلك عليا، وبعض كلمته من شجرة تكليما. من هو؟ كلمته من شجرة، موسى. موسى. زين. وجعلت له من أخيه ردءا ووزيرا. من هو أخوه؟ هارون. والنبي قال حديث المنزلة الوارد في البخاري ومسلم وفي أهم مصادرنا: أنت مني بمنزلة شنو؟ هارون. والنبي هم جعل عليا أخاه: أنت أخي في الدنيا والآخرة. زين. وبعض أولدته من غير أب، عيسى. زين. وآتيته البينات وأيدته بروح القدس، وكل شرعت له شريعة: آدم، نوح، موسى، عيسى. ونهشت له منهاجا وتخيرت له أوصياء مستحفظا بعد مستحفظ. كل نبي من هؤلاء الأنبياء تخيرت له شنو؟ أوصياء. أوصياء من بعد الأنبياء. شنو ذول الأوصياء؟ مستحفظا بعد شنو؟ بعد مستحفظ. يقول الإمام سلام الله عليه: من مدة إلى مدة. السعود، ليش كل نبي إلى وصي؟ الإمام يبين الأسباب، بس هاي أتركها إلى محطة لابدية وجود الوصي من بعد النبي وأسباب ذلك في الروايات والزيارات والأدعية وشيء أتركها. بس الإمام يقول لأنبياء من كل نبي هم أكو شنو؟ وصي. هذا الوصي مستحفظ بعد مستحفظ، يحفظ الأمانة، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم. شلون القرآن الكريم يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن وحملها الإنسان. حفظ الأمانة، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، حفظ الأمانة اللي هي الدين، التكاليف، ما أعرف، استقامة الناس إلى آخره. الإمام يعبر مستحفظا بعد مستحفظ. هاي العبارة في دعاء الندبة نفس العبارة بشنو؟ بتوقيع. أحسنتم، بتوقيع الإمام هنا صلوات الله وسلامه عليه، اللي الإمام هيك يقول، يقول: فمنهم من جعل النار عليه واتخذه خليلا، ومنهم من كلمه، ومنهم من أحيا، ومنهم 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 إلى آخره. الدور شنو يقول؟ وجعل الأمر من بعده إلى أخيه وابن عمه ووصيه ووارثه علي بن أبي طالب، ثم إلى الأوصياء من ولده واحدا واحدا. هناك شنو عبر؟ شنو عبر؟ مستحفظا بعد مستحفظ. ويذكر أمير المؤمنين هم بعد النبي صلى الله عليه وآله. هذا هنا يفتح لي قوس على موضوع مهم أريد أطرحه عليكم، موضوع مهم أطرحه عليكم.
تعبتكم الليلة؟ شنو هذا الموضوع المهم؟ أتركه إلى الليلة الآتية حتى أشوقكم. إجابنا على هذا الموضوع المهم قوله تعالى اللي باشر أسولف لكم به. قوله تعالى شنو ماذا قال الحق تعالى؟ هاي الآية بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، بعدين يقول والربانيون، بعد والأحبار بما استحفظوا. بما شنو؟ استحفظوا. الإمام شنو يقول دعاء الندبة؟ مستحفظا بعده. هسه شفت الربط يوم ما شفت الربط؟ شفت الربط؟ هذا أتركه إلى الليلة الآتية. الليلة بس أشجعكم حتى بكرة نسولف لكم في يعني نطرح لكم بحث مهم جدا، مهم جدا، مهم جدا. ونحن في توقيعات إمام زماننا، أصل الموضوع لا تنسوا توقيعات إمام زماننا، وهي على أقسام. القسم الأول شنو قلنا؟ توقيعات عقدية سياسية، بس سياسية إلهية طبعا مرتبطة بالوضع العام اللي يراقبه المعصوم عليه السلام. اجينا أخذنا توقيع مرتبط بصفة الله أو توقيع مرتبط بالنبوة والإمامة. التوقيع المرتبط بالنبوة والإمامة أخذنا الدعاء الندبة، شفنا أكو تناظر بينهما لأن الصادر عنهم واحد. هذا هم أخذنا للقرآن. إيش نستفيد من كل ذلك؟ وأجله إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. الله يعيننا وإياكم على إكمال بحث الإمام المهدي عليه السلام مع أهميته. الله يعيننا وإياكم إن شاء الله تعالى على إكمال هذا البحث مترامي الأطراف، مترامي الأطراف. بحر، احنا الآن داخلين ببحر، تعال شلون نطلع من هذا البحر. أكتفي بذلك، أكثر من ساعة المجلس يصير ممل. هسه احنا ساعة صار نسولف ويا الآن ما دخلنا بالنعي، فراح نتجاوز الساعة. من الآن اعتذر منكم على إطالة المقام، خاف تعبتكم، يعني انتوا قاعدين خاف تعب. الله يديمكم ويعزكم ولا يفرق بيننا وبين الحسين وبين مجالس الحسين، بجاه الحسين عند الله. أتجلسون وتتحدثون؟ قال له نعم، قال له نعم. الإمام عليه السلام قال له إني أحب ريحكم وأرواحكم، أحب ريحكم وأرواحكم. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. جعفر العلم، جعفر الصادق قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه. أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. نقعد نذكر مقاماتهم، فضائلهم، رواياتهم، علومهم، معارفهم عليهم السلام، بعدين ننتقل إلى مصائبهم. شلون سوى الإمام السجاد بمجلس يزيد؟ أعطينا وفضلنا، ذكر مقاماتهم، بعدين قال أنا ابن المذبوح من القفا، أنا ابن العطشان حتى قضى. يعني قرأ مصيبة تعزية. هذا منبرنا، الهندسة مالته جاية من أهل البيت عليهم السلام. ولهذا اللي يطلع عن هذا الخط عاف المخطط اللي الأئمة خلوه للمنبر الحسيني. منبر الحسيني واجبه هذا اللي بينا الإمام زين العابدين بخطابه بمجلس يزيد. فضائل أهل البيت، مقامات أهل البيت، علوم معارف أهل البيت، والقرآن الكريم، مصائب أهل البيت، مظلومية أهل البيت. هذا هو منبر الحسين، لا يمنى لا يسرى. هو هاي خلاصة المنبر، هو هذا المنبر، وقف لمحمد وآل محمد. وقف لآل البيت عليهم السلام، لا يمين لا شمال.
قال أنا ابن المذبوح من القفا. يقول فضج المجلس بالبكاء والنحيب. توقع مجلس يزيد، الناس تقوم تبكي، مجلس يزيد، توقع يعني مجلس يزيد. يقولون ولد كان قاعد يم يزيد، ابنه ما ادري معاوية ابن يزيد، لأن يزيد عنده ولد اسمه معاوية، أخذ الحكم من بعد والده وتنازل عنه، صعد على المنبر قال هذا منبر علي بن أبي طالب ونزل، وسموه الجماعة الظاهر سموه قتله معاوية ابن يزيد ابن معاوية. يضروا هذا غيره، هذا كان قاعد يم يزيد، فقال للوالدة، قال له بويا لا تحاكي هاي المرة، اترك هاي المرة. قال لي أشر على السيدة زينب عليه السلام. قال لي ليش؟ قال لي كل ما تحاكيها أرى صاحب هذا الرأس المقطوع ينظر بعينيه نحوها. الله أكبر، صاحب هذا الرأس يباوعلها أخته هذه، شلون ألم هذا. خليني أسولف خويا، خليني أسولف لك بعد موقف مهذيني، خليني أسولف خويا، خليني أسولف لك بعد موقف مأذيني. أكو واحد يا أبو فاضل سطر عيني، شلون حكي هذا؟ خليني أسولف خويا، خليني أسولف لك بعد موقف مأذيني. أكو واحد يا أبو فاضل سطر عيني، وصارت عين زينب مثل عين امه، يا بصارت عين زينب، صارت عين زينب مثل عين امه. اسولف لك يا اخويا لو بعد كافي، لو قل لك ايش سوى الصوت بجتافي، لو قل لك لسه يا ابز جفافي، لو قل لك بعد زينب ايش المها. اسمع هنا هذا مجلس يزيد صار، اسمع. لو اقول لك بعد زينب جلما، زالف ضيم قلبي واحكي الامه، ومن نحكي يا اخويا الجملامه. شنو يا بلامه، واحد قال اريد سكينة خدامه. واحد شامي قام قال لي يزيد، قال له ما تعطيني هاي الجاريه يصير عندي خدامه بالبيت، واشر على بنت الحسين سلام الله. شلون حكي هذا؟ أسولف ضيم قلبي وأحكي آلامة، ومن أحكي أخاف أن ألجي ملامة. واحد قال أريد سكينة خدامة، حقك يا أبو فاضل ما كنت يما، أنا عاد هنا صحت يا حسين، العمر لا طالت أيامه. يا اخويا الشام هد حيلي ودعاني اللي ما نام علي، يزيد الرجس طبيت وراسك كان قدامه. اخويا يضرب راسك قبالي، صحت لا تضرب الوالي، واجت نار دلالي، صحت لا تضرب الوالي، عز شلت يمينك ليش تضرب راس والينا. خويا يزيد ومن سمع حكي نغب سب والدي وسبني، بذاك المجلس الميش قام الرجس يضربني. عمت عين الدغر للشام عقب حسين دولبني، وعقب الخدر ذاك الفات لني بمجلس الشمات، ويعود ان الفرح هيهات، وتعود اخوتي وبالخيل تتعمر نواديها، تشوف راس العباس قبالها، راس الحسين قبالها، صاحت همي يصير دهري بيكم يعود. ما يصير يا زينب، خويا همي يصير دهري بيكم يعود، واشيل راسي بيكم ردود. الله الله، يا بوشين راسي بيكم ردود، وترد جفوف ابو فاضل للزنود، خويا للزنود، وتتلايا مردود جروحي الاكبر.
بمحمد وآله، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنغار. بمحمد وآله الأطهار، احرسنا بعينك التي لا تنام، أبعد هذا الوباء عنا يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل من المؤسسين، أوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم، إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين علمائنا الماضين خدام الحسين، نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.